السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مش كثير، بناخذ بس بعض الأمور البسيطة في تعديل الصور. مثل ما أنتم شايفين هذه الصورة، أنا حاولت أعدل الميلان اللي فيها. لو تلاحظون قبل كانت بالطريقة، عقب في عندنا عناصر يجب تنظيف الصورة وناخذ. مثلا هذا العنصر موجود مش ثابت، بس البقية راح نتركهم لأنه يعطي مثل ما تقولون في حركة في المكان اللي موجودين فيه وفي حد ثابت. أول شيء نحاول نصغر الصورة بطريقة ما عشان نعطيها تأثير لاندسكيب أكثر. نضغط على إنتر بهالطريقة. عندنا هني مثل ما أنتم شايفين نقطة، هذه من الشوائب اللي موجودة مثل ما يقولون دوتس الموجودة في السنسر مال الكاميرا. كيف ننظفها؟ نختار هذه الأداة، وبعد ما نختار هاي الأداة في عندنا هني مربع صغير نعمل عليه تك، راح تتحول الصورة أبيض أسود. عشان أبينها أعمل زيادة، راح يبين لي الأماكن اللي محتاجة تنظيف. هاي النقاط كلها عبارة عن دوتس موجودة في سنسر الكاميرا. طبعا من تضغط على الأولى راح تنظف، تشوفونها بعد إن شاء الله التعديل. شيل كل هذه، تلاحظون الحين الصورة أنظف عن اللي قبل. أنا طبعا عشان تشيل العنصر اللي موجود هني لابد إنك تسير على الفوتوشوب. راح ننقل الصورة عن طريق فوتو، إديت إن، إديت إن فوتوشوب. قد يسألني البعض ليش ما تشتغل على الفوتوشوب على طول، ليش تروح على اللايت روم؟ اللايت روم أسهل في تعديل الصور وأسرع. الفوتوشوب يعتبر برنامج قوي ولكن يعني شوي بطيء بعض الشيء لحجم الأدوات اللي فيه. أول شيء عشان نمسح المكان هذا ونخلي انسيابية أو نخلي مكان البحر أوضح ونمحي وجود الشخص هذا، نعمل زوم بداية. بعد ما نعمل زوم نختار أداة اللي هي كلون، ونختار منطقة معينة قريبة من الموضوع ونفس المستوى. يعني آخذ خلنا نقول هاي الزاوية، أضغط Alt وكليك على الماوس، عقب أتحرك أمسح بنفس الطريقة هاي. أي آخذ نفس المكان وأبدأ أمسح. أروح آخذ من الأداة هني، كذلك هذه العملية نبدأ. نحاول نحافظ على نفس مستوى الخطوط اللي موجودة حتى نشوف ما يبين للمشاهد أن فيه. بهالشكل احنا مسحنا مكان الشخص اللي هني وخلينا الصورة واضحة أكثر. الحين راح أرجع مرة ثانية على اللايت روم، أسوي فايل، أسيع الفايل، سيف. بتلاحظون الصورة بعد ما تم تعديل ليها
هذه الصورة زي ما انتم شايفين. ديفلوب، نرجع مرة ثانية نعدل. حاليا بنشوف كيف نقدر نتعامل مع الصورة من أول جديد. أشوف أنني أبعدل من أزيد شوية من الإضاءة في هذه المنطقة. ناخذ نيو برش هاي المرة تصفر، راح نزيد الإضاءة هني شوية. نقص أكثر للأعلى، ناخذ شوية، ناخذ شوية من فوق، وبهاي الطريقة. ونشوف الديتيلز بعد أساس إننا نتأكد الشارب نسعدنا كيف وضعه. نزيد اللون الأحمر أو البرتقالي. بهالطريقة احنا انتهينا من تعديل الصورة. أتمنى الفكرة اللي كلمتكم عنها أو شرحتها تكون وصلت.